أهلا بكم. منذ تفجر ثورة تشرين ضد النظام الطائفي الفاسد في العراق في الأول من شهر تشرين أول عام 2019، حاولت قوى السلطة وميليشياتها وأد هذه الثورة بأي ثمن، فقابلتها من اليوم الأول بالرصاص والقنص والاختطاف، فقتلت من شبابها وناشطيها نحو 700 متظاهر. ولما لم يفلح هذا القمع والبطش في إنهاء هذا الحراك المتجدد، عمدت قوى السلطة إلى أسلوب موازن وهو التسويق أن الإجراءات التي تقوم بها حكومة الكاظم الحالية في التصدي للفساد الحكومي ومطاردة سلاح الميليشيات المنفلت هنا وهناك والاستعراضات الإعلامية في حماية متظاهري وناشطي الحراك الشعبي إنما تأتي استجابة لمطالب المتظاهرين والرأي العام العراق، وبالتالي لا داعي لاستمرار هذا الحراك وما على المشاركين فيه ومؤازريه ومناصريه وبالتالي المجتمع العراقي سوى التوجه إلى الانتخابات المبكرة في العام القادم لتكتمل عملية التغيير أو التقويم في مسار العملية السياسية. محاولات قوى السلطة إنهاء الحراك الشعبي عبر تبادل الأدوار فيما بينها هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل ثمة تبادل للأدوار فعلا بين قوى السلطة والميليشيات والهدف هو القضاء على الحراك الشعبي الذي يوشك أن يكمل عامه الأول؟ ولماذا ينظر العديد من المراقبين والمتابعين إلى إجراءات التصدي للفساد الحكومي وسلاح الميليشيات المتسيب على أنها جعجعة إعلامية جوفاء؟ ثم ألا يحاول الكاظم فعلا حماية الحراك الشعبي وناشطيه وشبابه؟ ومحاولات تحرير الناشط سجاد العراقي في الناصرية خير دليل وبرهان على هذا التوجه؟ وهل ستخلق إجراءات الكاظم في لجم الفساد وسلاح الميليشيات وحماية الحراك الشعبي الحراك يخلق بيئة أمنية واجتماعية مناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة في العام القادم كما تأمل السلطة؟ وهل ستفلح إجراءات حكومة الكاظم الإصلاحية في إقناع الحراك الشعبي بالتوقف والرأي العام العراقي بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة في العام القادم؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، ثامر العلواني، نظير القندوري. أدرك أقطاب العملية السياسية في العراق أن نهاية حكمهم الفاسد مرهونة بنجاح ثورة تشرين وما أفرزته من حراك شعبي واع على المستوى السياسي والاجتماعي، لذلك يحاولون في محطتهم الأخيرة استخدام مختلف الوسائل لإنهاء هذه الثورة عبر القمع تارة وعبر الإصلاحات الشكلية تارة أخرى. فما بين ميليشيات تقمع وتقتل المتظاهرين وحكومة تحاول إظهار نفسها بمظهر الحاملهم، تستمر ثورة تشرين غير مبالية بالضغوطات وطرق الخداع الحكومية. مصطفى الكاظمي وبعد فشله في ضبط السلاح المنفلت عند أول اختبار يوجه البوصلة إلى ملف مكافحة الفساد، وبدلا من ضرب رأس أفعى الفساد يستهدف ذيلها عبر حملة طالت صغار الفاسدين ممن يمكن التضحية بهم عند الأحزاب والكتل لإتمام هذه المسرحية. فمثلا لا ضرر أن يطاح بمسؤولين من الصف الثالث أو الرابع مع بقاء مظلاتهم السياسية التي تشرعن الفساد بعيدا عن الواجهة. محاولة تخفيف حدة التظاهرات عن طريق القوة الناعمة ترافقها قوة خشنة تستخدمها الميليشيات ضد المتظاهرين عن طريق القتل والاختطاف والترهيب، فمن لم تردعه الوعود بالإصلاح المزعوم ردعته اليد الضاربة. هكذا اعتقد شركاء العملية السياسية وشرعوا يطبقون هذه الأساليب بعد أن فشلوا سابقا في إنهاء التظاهرات باستخدام مختلف أنواع القمع المباشرة. لكن سير الحراك الشعبي لا يبشر الحكومة بنجاح خططها، حيث أن المتظاهرين تجاوزوا في مطالبهم السقف المقبول لدى الحكومة، وصارت أهدافهم إعادة بناء نظام سياسي جديد أوسع من فضاء المنظومة الحاكمة.
أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في حقيقة تبادل الأدوار بين قوى السلطة والميليشيات في محاولة إنهاء الحراك الشعبي بأي ثمن وأي طريقة. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني، وأيضا معنا عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير القندوري. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. لو بدأنا مع دكتور رافع، إذا كان يسمعنا وهو موجود ويانا. أنا ما أسمع الدكتور رافع. أنا أسمعك دكتور رافع. مرحبا بك معنا، أنت معنا تسمعني؟ حياك الله، أسمعك نعم. أهلا وسهلا دكتور. الآن الحكومة الكاظمي أو الكاظمي لديه إجراءات في التصدي للفساد، هناك صغار من الفاسدين ألقي القبض عليهم، وهناك حديث عن مذكرات قبض في الطريق. أيضا هناك ربما تصادم، وإن كان الكثير ينظر إليه على أنه شكلي، في مع الميليشيات وسلاحها. الكاظمي يحاول أيضا، أو كما يقول مؤازروه ومناصروه، أنه يحاول حماية الحراك الشعبي وناشطيه، وما جرى في الناصرية من محاولة تحرير الناشط السجاد العراقي. هذه إجراءات حقيقية أم كما يقول البعض أنها استعراضية إعلامية جعجعة، لأن الرجل يعني هو جزء في النهاية من هذه المنظومة، أو من يحسن الظن فيه أنه لا يملك أدوات القوة للمواجهة مع هذه الحيتان، حيتان الفساد، مع هذه الرؤوس الكبيرة زعماء الميليشيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. الحقيقة المشهد الحالي في العراق لا يمكن فهمه إلا بالرجوع قليلا إلى الوراء، يعني إلى طبيعة تشكيل هذه الحكومة اللي نتحدث عنها، حكومة الكاظمي، وبالتالي نفهم ماذا يحدث اليوم. عندما انطلقت ثورة تشرين كان في ذهن القوى السياسية التي تحكم العراق، كل قوى العملية السياسية وكل شخوصها، كانوا يعتقدون أنه هذا حراك شعبي حال كل الحراكات، كل التظاهرات التي خرجت سابقاً، وبالإمكان استخدام نفس الأساليب التي جاءت بنتائج الحقيقة بالنسبة لهم إيجابية، مهما كانت تضحيات الشعب العراقي فيها، لكن كانت بالنسبة لهم إيجابية لأنها أبقت على العملية السياسية وأبقت على خيارات وأبقتهم على الكراسي، فلذلك استخدموا، كان الخيار أمامهم أن يستخدموا نفس الأساليب، والأساليب هذه تتعلق بالقتل والاعتقال والخطف و الترويع، وبالتالي القضاء على هذه التظاهرة. مع مرور أيام من هذه الثورة وجدوا أن هذه الثورة تختلف عن غيرها، ومطالبها ليست مطالب يعني ذاتية ومناطقية ومطلبية، لا، كانت تريد إسقاط العملية السياسية، فبالتالي مواجهتها يجب أن تكون بطريقة أخرى. القوى السياسية فكرت، ومن يعاونها خارجياً، أنه لابد من خيار ما يسمونه خيار عقلاني. هذا الخيار العقلاني يتمثل بحكومة تستطيع أن تحتوي كل هذه القضية وهي خارجة من رحم العملية السياسية. لذلك كانت هناك محاولات بروفات للوصول إلى حكومة مصطفى الكاظمي، شاهدنا علاوي وشاهدنا بعده شخص آخر، كانت هذه محاولات غير حقيقية للوصول إلى اختيار الكاظمي. اختيار الكاظمي كانوا يعتبرونه وما زالوا يعتبرونه خيارا عقلانيا من وجهة نظرهم، لإنقاذ أنفسهم وإنقاذ العملية السياسية من السقوط. طبعا هي جزء من العملية السياسية، ولدت من رحمها، ولدت بتوافق هذه القوى. ولذلك كنا نستمع، يعني وهذا الاتفاق الذي جرى، أنه حتى نقضي على هذه التظاهرات يجب أن نوحي للشارع أن هناك هيبة للدولة، هيبة للحكومة. فلذلك كانت المطالب ثلاثة رئيسية للقوى العملية السياسية تتحدث فيها دائما، وسمعناها كثيرا في الفترة الأخيرة، جرى التركيز عليها بشكل قوي من قبل هادي العامري وغير هادي العامري وكثيرين.
ركزوا عليها. النقطة الأولى هي يعني المحافظة على الاقتصاد العراقي من الانهيار. النقطة الثانية هيبة الدولة، إعادة هيبة الدولة، وهذه النقطة المهمة. والنقطة الثالثة هي إجراء انتخابات مبكرة. في هذه القضية، قضية هيبة الدولة تحتاج إلى ترتيبات معينة لكي تبدو الصورة بهذا الشكل الذي يريدونه. كيف يمكن أن تكون هناك هيبة للدولة يفرضونها على قوى الانتفاضة لكي يزيحوها من الطريق من خلال الحديث عن ميليشيات منفلتة؟ ويجب معالجة هذه الميليشيات المنفلتة وما سمي المنفلتة، وخارج مع وجود ضغوطات دولية وضغوطات معروفة بدأت تؤثر عليهم في العملية السياسية. لمن هنا بدأت العملية الاستعراضات التي بدأها الكاظمي. المطبلون وكثير منهم مع الأسف من الإعلام طبلوا كثيرا للكاظمي، طبلوا كثيرا للكاظمي. دكتور اسمح لي، يعني دكتور اسمح لي اسمح لي، على ذكر الميليشيات المنفلتة والاستعراضات أو الجعجعة الإعلامية، هذه ربما أول مرة يحدث تصادم بين السلطة، بين الدولة التقليدية وبين الميليشيات. الميليشيات المنفلتة عمرها طويل، ربما الآن نسمع منذ 10 سنوات أو أكثر أن هناك ميليشيات وقحة، ميليشيات منفلتة متسيبة، لكن لم يتخذ أي إجراء حكومي ضدها أو ضد عناصرها. ما جرى في عهد الكاظمي، في حكومة الكاظمي، وهو وقت قصير، أن هناك أصبحت تصادمات مع الميليشيات. تم إلقاء القبض على عناصر من الميليشيات في الدورة. الجهاز مكافحة الإرهاب ذهب إلى الناصرية وطوق أيضا عناصر من الميليشيات. العلاقة على الأقل من ناحية الشكل ليست ودية بين الكاظمي والميليشيات، هكذا قد ينظر إلى الأمر. أستاذ ماجد، الحقيقة أنت جئت ربما إلى آخر ما كنت أريد أن أقوله في إجابتي على هذا السؤال. الجماعة، وهذا كنت ما أتحدث عنه، الجماعة يعني المطبلين ومن ضمنهم غالبيتهم من الإعلاميين الحقيقة، روجوا لفكرة ما يسمى استراتيجية الاحتواء، أن حكومة الكاظمي تستطيع احتواء هذه القوى المنفلتة، ما سميت المنفلتة، عصابات وميليشيات وفاسدين، تستطيع أن تحتويهم، وأرادوا إقناع الشارع أنها تمتلك القوة لهذا الموضوع. هذه الحقيقة، هذه استراتيجية الاحتواء، أولا فاتهم أن يدركوا أنه هذه الاستراتيجية لا تطبق إلا في نظام سياسي مستقر سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، ولديه يعني خلفية اجتماعية وتأييد اجتماعي كبير جدا، وقوة قادرة على سحق الآخرين فيما لو فشل الاحتواء. هذه غير موجودة. نعم. لذلك شهدنا استعراضات. أنت تتحدث عن مسك بعض الميليشيات، 14 من الميليشيات، وماذا حصل بعد ذلك؟ تم اطلاق سراحهم، والميليشيات نعم. حاصرت مقر قوات مكافحة الإرهاب. نعم. ذهبوا إلى الناصرية، ماذا فعلوا؟ عادت قوة الإرهاب والعشائر هناك استقوت على الدولة، للحد اللي أحد رؤساء العشائر قال إنه الأجواء العشائرية، أجواء جو يعني أجواء الجو مالته الخاص الذي نعم. يحيط بمكان العشيرة نعم. لا تستطيع الطائرات الحكومية أن تخترقه. هذه لأول مرة لا يمكن الحديث بهذه الطريقة، وبالتالي عاد جهاز الإرهاب لم يفعل شيئا، واحتفلت هذه العشائر والميليشيات معها والعصابات بانتصارها على الحكومة. إذن هي مجرد استعراضات. نعم. قبل هذه شهدنا استعراضا آخرا في إلقاء القبض على قاتل لعائلة، وأخرجوه إلى التلفزيون وإلى الفضائيات، وإذا به الناشطة والصيدلانية شيلة، نعم، كردية خيالية غريبة عجيبة. نعم. فبالتالي هذه القصة لم تقنع الناس. نعم. لأن الناس كانت تتساءل إذا كانت بمقدور هذه الدولة، بمقدور هذه الحكومة، ليس الدولة، نعم، بمقدور هذه الحكومة أن تلقي القبض على القتلة، لماذا تركت قتلت أكثر من 700 شهيد عراقي من الشباب اللي خرجوا في مظاهرات تشرين؟ لماذا آلاف المختطفين والمغيبين غير موجودين، لا أحد يعرف عنهم شيئا؟ لماذا ولماذا وأسماء كثيرة بالتالي، وأقربهم ناس كانوا يتعاونون مع الحكومة من ضمنهم الهاشمي
الذي قتل قرب بيته. أشكرك دكتور. حتى أيضا أنت هم ترتاح، وأيضا الحكومة لا زالت الكاظمي شكل لجنة للتحقيق وملاحقة الكاظمي، وفي كل مرة يتعهد بملاحقة قتلة المتظاهرين. دكتور ثامر العلواني في عمان، أولا أهلا وسهلا بك. حياكم الله. هناك الحقيقة من يتحدث عن أن إجراءات الكاظمي في قضية محاربة الفساد، صغار الفاسدين، محاولة التضحية أو التصدي لسلاح الميليشيات يعني هنا وهناك، أو محاولة تحرير ناشط اختطف، طبعا جهاز مكافحة الإرهاب ذهب إلى الناصية ولم يتمكن وانسحب، إنما تأتي أو تندرج ضمن إطار تبادل الأدوار، أدوار مكملة لبعضها البعض بين قوى السلطة والميليشيات، والهدف هو إنهاء الحراك. ولما يعني لم تفلح البطش والتنكيل والقتل في إنهاء الحراك، هناك محاولة للتسويق أن الكاظمي وحكومته يعني هي حكومة خرجت من رحم هذا الحراك. الصورة هكذا أم أنه ربما الأمور تحمل أكثر من هذا التحميل، والحقيقة هناك مواجهة من نوع ما بين الكاظمي والميليشيات؟ تحية لك أستاذ ماجد ولضيفيك الكريمين. أهلا وسهلا. بلا أدنى شك أن هناك تبادل الأدوار بين حكومة الكاظمي وبين الجماعات المسلحة والميليشيات وأحزاب السلطة، والشواهد والوقائع تثبت ما نقول. فمثلا مقتل عائلة الناشطة شيلان جريمة بشعة تمت بأيادي ميليشياوية مسلحة، الحكومة سارعت التستر على الجريمة بشكل ساذج. مباشرة بعد ارتكاب الجريمة بأقل من 24 ساعة أظهرت الحكومة مرتكب الجريمة وسجلته وأظهرته للعلن بأن اعترافات كثير مراقبين بس في أصوات من الاستوديو تأتيني. نعم، أرجو من الأخوة بالقسم الهندسي أن يعالجون هذه النقطة. هل هناك صوت فعلا؟ نعم، في صوت يأتيني من الاستوديو. طيب دكتور، إذا كان الصوت يزعجك خلينا نتحول إلى ضيفنا نظير قندوري إلى أن يصلح هذا الخلل اللي بينك وبين في الصوت بينك وبين الكنترول. نعم، أستاذ نظير القندوري الكاتب والباحث السياسي، مساء الخير أولا. حياك الله وحيا ضيف الكرام والشهد الكريم. أهلا وسهلا أستاذ نظير. هناك العديد من المتابعين والمراقبين للشأن العراقي وأنت منهم ينظر إلى إجراءات الحكومة، حكومة الكاظمي، في التصدي للفساد الحكومي، سلاح الميليشيات المنفلت أو المتسيب. الحقيقة أنها إجراءات شكلية، جعجعة إعلامية جوفاء، الحقيقة بلا أفق، بلا نتائج. لماذا كل هذا التحامل على الحكومة، حكومة الكاظمي، وهذه الإجراءات؟ يعني على الأقل الرجل ربما يستحق أن يعطى فرصة، وكما يقال أول الغيث قطر. لماذا هذا الهجوم منذ البداية عليه؟ نعم، الحقيقة يعني في بدء مجيء حكومة مصطفى الكاظمي ربما استبشر بعض الإعلاميين على حد قول الدكتور رافع، وكذلك حتى المتظاهرين ربما استبشروا بالتصريحات التي ذكرها والتصميم على الثأر لجماعة الشهداء، وكذلك إحداث نقلة نوعية في نظام الحكم من خلال إجراءات انتخابات يعني مبكرة ومرعية من قبل الأمم المتحدة وغيرها من الأمور. وتنادى كثير من المتظاهرين بأنه يفترض أن تعطى لمصطفى الكاظمي الفرصة الكافية لتنفيذ ما تعهد به. لكن الحقيقة وبعد مرور هذه الفترة لا نريد أن نقول أن خلال هذه الفترة كان ينوي المتظاهرين أو يتوقعون من أن يحدث نقلة كبيرة ونقلة نوعية، ولكن هذه الفترة كانت مقياس لما تبقى من حكمة بأنه لحد الآن لم يقدم شيء ملموس اتجاه القضايا التي طالب فيها المتظاهرين، وكذلك يعني إحداث نقلة على الأقل يعني خطوة بالاتجاه الصحيح. فموضوع يعني الثأر لدماء الشهداء هو لحد الآن لم يختص بدماء الشهداء المتظاهرين، واكتفى بأن خصص لهم طوات يعني على اعتبارهم شهداء.
وكذلك تم إهانته، ومن خلال إهانته الشخصية تم إهانة حكومته كلها، من خلال يعني وضع صوره تحت الأرض والتصريح من قبل قادة الميليشيات بكلام غير أستاذ نظير، لائق اتجاه أستاذ هذه نظير اسمح الحكومة. لي، أستاذ نظير، الإجراءات أو الحملة على الفساد على الميليشيات في بدايتها، هناك حديث عن مئات من مذكرات أمر إلقاء القبض على فاسدين حكوميين على زعماء الميليشيات، أليست نقلة فعلا أن الكاظم يرسل جهاز مكافحة الإرهاب ليطوق قيادات من ميليشيا بدر، ميليشيا بدر بزعامة العامري التابعة للحرس الثوري الإيراني، هناك عملية تطويق لعناصر ليس هناك من حكومة سبقت الكاظمي، وصلت إلى هذه النقطة من الصدام، أم أن الأمر ربما أيضا معد له مسبقا متفق عليه مسبقا؟ أريد أن أثبت لك بأن هذا الكلام هو مجرد يعني بروباغندا إعلامية، بدليل أن هذا يعني إلقاء يعني مذكرات إلقاء القبض والنية لمحاربة الفساد، جميع رؤساء الوزراء قد فعلوها في فترات رئاستهم ولم تفضي عن شيء. هذا يعني جانب. الأمر الآخر يعني ما تذكر بأنه تم محاصرة يعني بعض قادة ميليشيات بدر في الناصرية، أو أنه قاموا بأعمال يعني على ميليشيات أخرى، يعني أريني بأم عيني كيف أنه تم اعتقال أحد الفاسدين. لا يوجد أي شيء، وحتى القرار الآن اللي صدر قبل يومين أو البارحة بإقالة قائدين من قيادات الحشد، هو ما هو إلا استجابة للتهديد الأمريكي، وليس بدافع نية أنه يحاولون معاقبة المتسببين في جرائم بحق الشعب العراقي. أنا أعتقد أن هذا مستقل الكاظمي دورة في هذه العملية السياسية هو محاولة امتصاص الغضب العارم للشعب العراقي. يجب أن يأتون بوجه جديد يمثل هذا الدور لامتصاص هذا الزخم، وبالتالي يعني يحاولون أن يمدوا بعمر هذا النظام إلى ما تبقى من سنين أخرى. نعم أشكرك. لكن يعني واضح، أشكرك أستاذ نظير. دكتور ثامر العلواني، في نقطة تبادل الأدوار، وأيضا أستاذ نظير أوصلنا إلى نقطة أنه وجود الكاظمي هو لعملية امتصاص غضب الشارع للتنفيس، وإلا بالنهاية فالكاظمي هو جزء من هذا النظام، جزء من هذه العملية السياسية، لن يخرج عنها ولن يغرد خارج سربها، وربما من يجرؤ على التغريد خارج هذا السرب ربما سيحترق. وأنا كنت سألتك عن قضية تبادل الأدوار، الصورة هكذا أم ربما هذه قد من يقول بها قد يتهم بأنه من أصحاب نظرية المؤامرة؟ أخي الكريم، أنا ذكرت قبل قليل أن الوقائع والشواهد التي على الأرض تثبت أن هناك تبادل أدوار ما بين الحكومة، حكومة الكاظمي، وما بين الميليشيات، وما بين الأحزاب، أحزاب السلطة الفاسدة. فمثلا مقتل عائلة الناشطة شيلان، نعم، جريمة بشعة ارتكبت بأيادي ميليشياوية مسلحة. الحكومة سارعت بالتستر على هذه الجريمة بشكل ساذج، مباشرة بعد أقل من 24 ساعة أظهرت الجريمة على أنها حالة سرقة وحالة عادية قتلت فيها عائلة كاملة، وسجلت فيديو الاعتراف مجرم أقل من 24 ساعة. هذا أولا. جريمة سجاد، اختطاف سجاد العراقي من البصرة، اختطفته عناصر من ميليشيا بدر، والمتظاهرون يعلمون تماما الخاطفين وأماكن تواجد هذا المخطوف، والمتظاهرون حاصروا المكان. بعد ذلك تدخلت الحكومة وجهاز مكافحة الإرهاب واستنفر الجيش والأمن، وتراجع المتظاهرون على أساس أنه الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب سيقوم بتخليص الناشط من الاختطاف. لكن في النتيجة جهاز الإرهاب رجع، الأجهزة الأمنية أثبتت أنها فاشلة في عدم تحرير هذا الناشط، وبذلك تستروا على الجريمة والمجرمين. والأمثلة في هذا الإطار كثيرة، مجازر ارتكبت بطريقة بشعة ثم شكلت لجان تحقيقية، وبالتالي لم يعرف القاتل ولا تمت محاكمة أي أحد. هذه كلها تدل دلالة واضحة على أن هناك تبادل أدوار بين الحكومة من جهة، وبين أحزاب السلطة والميليشيات من جهة أخرى، بأن الجميع يريد إنهاء التظاهرات السلمية والاستمرار بالعملية السياسية القائمة في العراق على مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية. ومعلوم أن الشعب العراقي والمتظاهرين كلهم قاموا بشكل واضح ضد هذا المبدأ.
فليس هناك فروق جوهرية ما بين الأحزاب والميليشيات والحكومة في أنهم جميعا يحملون نفس الخلفية الفكرية ونفس التوجه الحزبي المصلحي، فهم يختلفون في الفرعيات لكنهم في المقابل هم متفقون على المنافع والمكاسب الشخصية، بمعنى أنه استمرار نهب خيرات العراق وثروات الشعب العراقي لصالح فئة معينة لأحزاب تابعة لإيران أو أمريكا، وهذا يستلزم أن مآسي الشعب العراقي ستستمر ولن تنتهي، لأن هذه الأحزاب تغلب مصالحها الشخصية على مصالح العراق، ولذلك المتظاهرون يسعون بكل قوة لإنهاء مشكلة العراق بشكل كامل، لأن هذه الواجهات تدعي أنها تمثيل أو أوفاً تمثل العراق بنظام المحاصصة الطائفية. فإذا هناك تبادل أدوار، وهذا التبادل مستمر ويسير وفق مخطط لإنهاء التظاهرات، ولذلك الشعب العراقي يدرك تماماً جيداً بأن هذا المستنقع الذي وقع فيه العراقيون لا يمكن أن ينتهي إلا بدفن هذه العملية السياسية، لا يمكن أن يجري بالإصلاح، لأن المستنقع لا يمكن تجفيفه. أشكرك. ولكن الحل الوحيد هو دفن العملية السياسية وانتهاء هذه الحقبة السيئة التي عانى منها الشعب العراقي على مدار 17 عام. أشكرك. واضح. سنتحدث بعد الفاصل عن قدرة الكاظمي على إقناع الحراك وناشطيه بالتوقف، على اعتبار أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لمطالب المتظاهرين وإقناع الرأي العام في العراق بجدوى المشاركة في الانتخابات المبكرة التي ستجرى في شهر حزيران القادم من العام القادم. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في موضوع حلقة الليلة من طاولة حوار عن تبادل الأدوار بين السلطة وميليشياتها في إنهاء محاولة إنهاء الحراك. ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في المحاولات المستمرة والدؤوبة لشركاء العملية السياسية وميليشياتهم في إنهاء الحراك الشعبي المستمر في العراق. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور ثامر العلواني والأستاذ نظير القندوري. دكتور رافع الفلاحي، حملة الكاظمي على الفساد في بدايتها أول الغيث قطر، طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، هناك فاسدين صغار تم إلقاء القبض عليهم، هناك مذكرات أمر إلقاء القبض صدرت، وهناك أيضا ينتظر أن تصدر مذكرات قبض أخرى. النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي قال إن لجنة مكافحة الفساد الحكومي ستطيح برؤوس حكومية فاسدة كبيرة تتجاوز الفاسدين من الصف الأول أو الثاني وحتى إلى الرؤوس الكبيرة. هل هذا مثل هذه الإجراءات قد تكون فعلا بداية الانفراج؟ بصيص أمل في هذا النفق الطويل؟ يجرؤ الكاظمي، لديه الشجاعة، لديه الأدوات فعلا للذهاب إلى نقطة التصادم مع الحيتان الفاسدة الكبيرة؟ أستاذ ماجد، مثل ما قلت في يعني قبل قليل أن النظام السياسي المتهالك في العراق وجد من الضرورة أن يعيد إنتاج نفسه بكيفية اعتبرها جديدة متمثلة بحكومة الكاظمي. هذه الحكومة مهمتها أن تغازل الجماهير وبخطابات، وهذه الخطابات تنطوي على قرارات ووعود، لكن هذه الخطابات
التي تنطوي على قرارات ووعود تحتاج إلى استراتيجية للتنفيذ، استراتيجية مدروسة لتحقيق هذه القرارات والوعود. إن لم توجد، إن لم تكن هذه الاستراتيجية موجودة، بمعنى أن كل هذه الخطابات هي مجرد محاولة لشراء الوقت والضحك على الجماهير. هذا ما فعله مصطفى الكاظمي خلال الأربعة أشهر الماضية. هذا يعيدنا مرة أخرى وأعاد الجماهير مرة أخرى لتذكر عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي قبل تشرين أول عام 2018، قبل أن يوظف كرئيس للوزراء، كان يكتب مقالات في الصحف، وأعتقد لديه صحيفة يمكن ربما كانت، ويكتب مقالات يشتم الفاسدين، يتوعدهم بالقصاص، يدافع عن هيبة الدولة، يريد هيبة الدولة، انضباط، كثير من هذا الكلام. لكن عندما استلم الحكم سمعنا نفس القصة، نفس الوعود، وإذا بهذا الكلام لا يساوي شيئا. وانقلب عادل عبد المهدي في تصرفه الواضح، يعني عاد نزع القناع، وإذا به جزء من هذا الفساد وجزء من هذا الخراب وجزء من هذه الفوضى التي كان يشتمها. ما الذي يختلف؟ يعني ما الذي يختلف به عادل عبد المهدي عن مصطفى الكاظمي، أو مصطفى الكاظمي ما الذي يختلف به عن عادل عبد المهدي؟ القضية واحدة. صولاك قبل أيام وكان وزيرا للداخلية في زمن الجعفري وفي نور المالكي وزيرا أيضا، قال إنه كل وزراء حكومة المالكي فاسدين، ويتحق وأنا أتحمل نتيجة ما أقول، وقالها بشكل واضح إنه كل الحكومة فاسدة. عندما تكون هناك حكومة فاسدة، عند حكومة فاشلة، الشعب والبرلمان والدولة، إذا كانت هناك دولة، تحاسب رئيس الوزراء لأنه لديه برنامج، وفشل هذا البرنامج، وبالتالي المحاسبة تكون لرئيس الوزراء وطاقمه. هل جرى هذا؟ هل يستطيع الكاظمي؟ هل سمعنا يوما؟ هل يمكن أن نتخيل أن الكاظمي ممكن أن يحاسب؟ والأقوال واضحة، يعني هذا صلاح ليس. هل سمعت دكتور أنت دكتور في هذه الجوقة من أشكرك التي دمرت العراق، واحد من قيادي هذه الخيبة التي جاءت على العراق؟ اسمح لي دكتور، أنت سمعت يقول هذا الكلام، عليهم على الأقل أن يستدعوه، أن يستدعوه ويسألونه هل هذا الكلام صحيح حقيقي؟ لماذا قلته؟ من المسؤول؟ لماذا محافظات سقطت وتهم المالكي بتقارير عسكرية وأمنية بالتفريط بها؟ ماذا جرى؟ إذن الفساد محمي، مؤسسة محمية حاول أن تقي شخوص صغار في هذه المؤسسة الكبيرة لكي يقول إنه هؤلاء، يعني من أستطيع أن أصل إليهم وسأصل إلى الكبار. هذه أكباش، كبش فداء، كل واحد منهم كبش فداء تقدمه هذه القوى لكي يستطيع مصطفى الكاظمي أن يمضي بالطريق لشراء الوقت للعملية السياسية لكي تستطيع. هذه نقطة مهمة، أشكرك أشكرك دكتور، أشكرك. واضح أستاذ نظير القندوري، هذه الإجراءات التي يقوم بها الكاظمي في محاولة ضبط الميليشيات، ضبط سلاحها، محاولة أيضا لجم الفساد المتغول، حماية الناشطين أو الحراك، تعتقد كافية أو مقنعة لإيجاد بيئة أمنية واجتماعية للمشاركة في الانتخابات المبكرة القادمة بعد فضيحة المقاطعة 83% من المجتمع أو ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات في انتخابات عام 2018؟ هذه إجراءات ستقنع المجتمع، ستكون كفيلة بإيجاد بيئة أمنية تشجع على المشاركة في هذه الانتخابات في حزيران القادم؟ نعم، أنا يعني حقيقة أشك في هذا الأمر شك كبير. يعني تغيير وتهيئة الأجواء لانتخابات نزيهة يفترض أن يكون من ضمن يعني دولة ينتشر فيها الأمن، ويكف هذه الميليشيات التي تحمل السلاح والقادرة على أن تكون هذه الانتخابات لصالحها، بدليل أن الكاظمي لحد الآن لم يحدث تغيير سوى في الإعلام. يعني هو
يسطر بطولاته ضد هذه الميليشيات اعلاميا فقط، لا يوجد شيء على الارض. استاذ نظير، استاذ نظير، وتهيئه الاجواء، استاذ نظير اسمح لي، انتخابات نزيهه لا يتم. يوم امس الإعلام. يوم امس اطيح برأس ميليشياوي متهم بجرائم كبيرة، زعيم ميليشيا الخرساني المتهم الرئيسي بقنص وقتل المتظاهرين الجزائري، وأيضا هناك ميليشياوي طائفي في الموصل وعد القدو، هؤلاء يعني رؤوس كبيرة الحرس الثوري يدعمهم، متهمين بجرائم تطهير عرقي أو طائفي، جرائم ضد الإنسانية، انتهاكات، أطيح بهم. نعم، أنا حتى هذه العملية أشك فيها كثيراً. يعني هو البيان الذي خرج من هيئة الحج الشعبي هو إقالتهم من مناصبهم، ولم يتم تقديمهم بمحاكمات أو يتم اعتقالهم. أنا يعني أشك في هذه الإجراءات، والدليل على أن مصطفى الكاظمي حتى لو أحسننا الظن به واعتقدنا أنه هو يعني يريد أن يهيئ هذه الأجواء لانتخابات نزيهة، نعم، هو غير قادر على هذا الأمر. لو تلاحظون أن يعني لماذا غير قادر؟ لماذا غير قادر؟ نعم، من أن تولى رئاسة الوزراء ولحد الآن هو لا يستطيع تحريك أي قطاع عسكرية سوى جهاز مكافحة الإرهاب اللي هو بأمرة يعني عبد الوهاب الساعدي، نعم، والذي يعني ربما لديهم علاقة بحيث رجع لرئاسة هذا الجهاز، نعم، بعد أن قال عادل عز مهدي. وكذلك نعلم أن هذا الجهاز له علاقات مع الولايات المتحدة. هو غير قادر على التحكم بقوة الأمن الداخلي أو يعني الجيش، وبكل عملية صغيرة وكبيرة يعتمد على جهاز مكافحة الإرهاب. وجهاز مكافحة الإرهاب الذي يعتمد عليه الكاظمي لحد الآن لم ينجح في عملية عسكرية ضد هذه الميليشيات، بدليل أن عبد الوهاب الساعدي هو من قدم اعتذار لأحد شيوخ العشائر بسبب اقتحام بيته كما يدعي. هذا دليل على أن ليس لديه الوسائل حتى لو كانت لديه الإرادة لتغيير الحالة الأمنية وتهيئة الأجواء إلى يعني انتخابات. ما أريد أن أختصر بكلام بسيط، أقول أن النظام الذي يستشري فيه الفساد إلى هذه المرحلة، وأن الحكومة التي لا تمتلك أدوات تستطيع من خلالها تغيير الحالة، هذه الحالة سوف تستمر ولن تتغير إلا بتغيير جذري. لذلك فعمليات الإصلاح لمثل هكذا نظام سواء بالعراق أو بغير بلد لا يمكن أن تنجح إلا بإزاحته واستبداله بنظام جديد. وخذ على في ذلك أمثلة عديدة من دول العالم. يعني نحن نرى عندما نرى بعض الدول التي تمتاز بالنزاهة والشفافية، هذه لم تعتمد عمليات إصلاح للوصول إلى هذه الحالة، إنما انقلبت على حالة الفساد وأعادت بناء الدولة من جديد على النزاهة والشفافية في إدارة الحكم، وسنت القوانين وطبقت هذه القوانين على شعبها وعلى مسؤوليها. هكذا يتم النجاح في بناء الدولة، وإلا فنحن نستمر في دوامة مفرغة لا تنتهي ولن نصل، نعم، إلى الحالة التي ينشدها الشعب العراقي. نعم، أشكرك. دكتور رافع الفلاحي، وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري نقل أن وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، نقلا طبعا في لقاء مع برهم صالح، تهديد صريح وواضح للميليشيات المستمرة بقصف محيط السفارة الأمريكية أو مقرات قوات التحالف بهذه الصواريخ التي لم تقتل أحد لحد الآن، وبالتالي تهديد هناك صريح، وهناك عبارة ربما نقلها الإعلام أنه لن نرحم أحدا على لسان بومبيو، وبالتالي فهذا التوجه أو هذه الإجراءات للكاظمي في العراق هي جزء من توجه الحقيقة عام داخلي وإقليمي وأيضا دولي في التصدي للميليشيات والتوقف عند هذا الخطر الكبير الذي تمثله هذه الميليشيات سواء على العراق، على المنطقة، على حتى الأمن والأمن الدولي، وبالتالي هذا توجه عام. القضية غير مرتبطة لا بالكاظمي ولا بإرادته ولا بأمنياته أو بين قوسين نفوره أو عداوته مع الميليشيات. فعلا الأمر هكذا أستاذ ماجد؟ يعني إذا كنا نتحدث عن الكاظمي وهو يعني ينفذ يعني يريد أن يتخلص من ضغوط خارجية أو تنفيذا لضغوط خارجية
ما هي القدرات والقوى التي يمتلكها بيد الكاظمي لمواجهة كل هذه القوى المنفلتة التي يتحدثون عنها؟ الدولة إذا ما تحدثنا عن دولة وهي لا دولة، نعم. الوضع في العراق كله مملوك لقوى ميليشياوية، هو لا يستطيع أن يواجهها، وهي من انتخبت وهي من جاءت به، هي من اختارته وهي من وظفته كرئيس للوزراء. هذه النقطة الأولى. دكتور لكنها أضعف. دكتور رافع. دكتور رافع، الميليشيات، نعم، الآن أضعف مما كانت في السنين السابقة، ليست بالقوة، ليست بالهيمنة والنفوذ الذي كانت عليه قبل 4 سنوات إبان ما كان قضية داعش والإرهاب وما إلى ذلك. نعم، هذا يتبع الراعي. نعم. الراعي الأساسي لهم إيران الآن في وضع يرثى له، يعني وضعها صعب، وفي التالي ينعكس عليهم. لكن هذه الميليشيات استطاعت أن تشاكس كثيرا، استطاعت أن تثير غضب الراعي الأصلي، الراعي الأمريكي، عندما كانوا يتخادمون هو الراعي الثاني أو الراعي الأول، وهكذا صراع بين الرعاة إيران وأمريكا. التخادم هذا وصل إلى مرحلة كانت تعتقد فيها إيران أنها قادرة أن تحكم العراق ويعني ترمي أمريكا خارج العراق. الآن المعادلة وصلت إلى حد المشاكسة القوية، وأدوات هذه المشاكسة هي الميليشيات. لذلك الحديث قبل قليل كنت تتحدث عن إقالة الخراساني، هذا حامل ميليشياوي أو الآخر قدو، هذه مجرد لعبة، مجرد عملية غريبة عجيبة مضحكة. هم دائما كانوا من عام 2003 لحد الآن يتبادلون المقاعد، قسم يخرجون إلى المقعد الأول إلى الواجهة، وقسم يعود إلى الخلف. هذه نفس القضية، يعني هل قال لنا مثلا الفياض لماذا أقالهم؟ ما هو السبب؟ هل هو خلل إداري؟ هل هو خلل لأنهم قتل، لأنهم مجرمين، لأنهم كذا، لأنهم كذا؟ لا، هذه تحليلات إعلامية الناس تتحدث بهذا الشكل. لكن وأين ذهبوا؟ هل هم يحكمون فعلا؟ يعني إذا ما أقالهم ليس بمقدورهم أن يحكموا؟ وحتى لو أقيلوا، هذا الحرس الثوري الإيراني الذي يتغلغل في العراق منذ 17 سنة، ألا يملك أجيال كثيرة من هذه الوجوه الكالحة، من هؤلاء المجرمين الذين أشباه الخراساني وأشباه قدو وغيره، الكثير لديهم يستطيع أن يدفع بهم إلى الأمام. هكذا القضية لا تتعلق بشخوص، هذه مجرد لعبة، مجرد محاولة لشراء وقت والإيحاء بأن الكاظمي يستطيع أن يفعل شيئا. وبالتالي عندما تسأل ما هي القوى التي تحت يد الكاظمي لكي يستطيع أن يفعل شيئا، ما هي استراتيجيته في فعل ذلك؟ لا تجد لا استراتيجية عمل ولا قوى تحت يده، وبالتالي هو مستعين بالميليشيات، والميليشيات هي من تفرض عليه ما يريد، نعم، وهو طوع أمرها. هناك اتفاق بينهم للمضي بالعملية السياسية إلى مشوارها القادم اللي هو الانتخابات المبكرة، اللي الآن كلهم يسعون إلى هذه الانتخابات المبكرة لكن بالطريقة التي يريدونها، نعم. والغرض الأساسي الذي يشترك به الكاظمي وتشترك به الميليشيات هو إنهاء هذه التظاهرات، إنهاء ثورة الشعب والوصول إلى الانتخابات كي يقولوا يعني هذا خيار الشعب، وبالتالي حققنا للشعب. أشكرك، هذه نقطة مهمة، وهذه الحكومة حققت أهدافها. شكرا. دكتور ثامر العلواني، يبدو أن قوى السلطة والميليشيات آيست من إنهاء الحراك، هناك اغتالت 700 من الناشطين أو أكثر، طبعا عمليات الخطف مستمرة، التغييب، الترهيب وما إلى ذلك، وبالتالي هناك الخطة البديلة وهي أن هناك حركات، يعني إجراءات إصلاحية بين قوسين تقوم بها حكومة الكاظمي في محاولة إنهاء الحراك والإيحاء بأنه على الحراك أن يتوقف، لأنه هذه هي مطالب الحراك. هل تعتقد أن هذه الإجراءات سينظر إليها الحراك على محمل الجد فعلا ويتعامل معها ويتفاعل معها، وبالتالي يتوقف هذا الحراك؟ الكاظمي يحاول أن يخدع الشعب والمتظاهرين، نعم، بأنه قائد عملية الإصلاح، ولكن شركائه في العملية السياسية يقرون بعكس ذلك. ما يريد الكاظمي إيصاله للشعب العراقي أنه
هو صاحب الحل الذي ينتظر العراق. فمثلا لجنة النزاهة في البرلمان صرحت بأن الفساد أصبح ظاهرة تقودها الأحزاب المتنفذة والجهات السياسية المؤثرة، ولا يمكن لأي حكومة مهما كانت أن تواجه هذه الجهات التي ترعى الفساد. راية الكاظمي لا تتعدى الشو الإعلامي، ومن التحركات هنا وهناك هو فقط لخداع الشعب العراقي كما ذكرنا سالفا، والمتظاهرون يعون تماما بأنه يقوم بأن ما يقوم به الكاظمي في ظاهرة محاربة الفساد والسلاح المنفلت وفرض القانون هو كلام فارغ لا حقيقة له على أرض الواقع، لأن معلوم تماما أن الحراك الشعبي ضد الكاظمي من الأول وضد العملية السياسية برمتها، لأن الشعب العراقي يعي تماما أنه ليست لديه دولة حقيقية بمعنى الدولة التي تحرص على بلوغ هدفها في تحقيق مصالح البلد والشعب. العراقيون يعلمون تماما أن سبب المشكلة في العراق والأزمات التي يعاني منها العراق منذ 2003 هو التغلغل الإيراني في مؤسسات الدولة العراقية وتحول الحكومة إلى أداة لتحقيق المصالح الإيرانية. ومن المؤسف جدا عدم وجود أي كيان سياسي أو جهة سياسية تستطيع أن تقف أمام النفوذ الإيراني ويضع حد التدخلات الإيرانية حتى يمكن أن نعول عليه، فلا الكاظمي ولا غيره يستطيع أن يقوم بهذه المهمة. لكن المشكلة أن الأطراف والكيانات السياسية التي تطمح بالوصول إلى السلطة ولديها فرصة في تحقيق ذلك هي مرتبطة فكريا وتنظيميا وإداريا بحكومة طهران وبالولي الفقيه، وتعمل على تثبيت النفوذ الإيراني والاستمرار في إضعاف الدولة، بمعنى أن أغلب الأحزاب الموجودة والتحالفات والميليشيات هي تابعة لإيران بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذا يعني أن كل ما موجود على الساحة العراقية، كل ما موجود من منافسات بين الميليشيات والحكومة بين الأحزاب، هي تعني أن هناك تنافس ما بين إيران وإيران، أي أن إيران تعمل ضد إيران. ولذلك يعيش العراق في أشد حالات الفوضى، في أشد حالات الضعف والانهيار، وليست لديه دولة تعمل بإرادة حرة جامعة عقلانية تؤمن وتعمل بجد وكفاءة لاستقلالية وأمن ورفاهية الشعب العراقي. أشكرك أستاذ نظير القدوري. هذه الإجراءات للكاظمي في محاربة الفساد، التصدي للميليشيات أو التصادم معها هنا وهناك، وأيضا محاولة حماية القول بحماية الحراك، ألا تعتقد أن هذه الإجراءات وإن كانت خجولة أو قاصرة لحد الآن تستحق أن تعطى فرصة، عسى أن تؤتي شيء يعني في المدى المنظور أو ما بعد المنظور؟ كما ذكرت لك أخي الكريم، الفرصة قد أعطيت للكاظمي، وقياسا على الفترة التي مضت يمكن التكهن بما سيكون الفترة اللاحقة. لذلك أنا أرى أن الحراك الشعبي والشعب العراقي بشكل عام هو أوعى من أن تنطلي عليه الخدعة التي يقوم بها مصطفى الكاظمي، ويدرك شعبنا بأن لا طائل من هذه الإجراءات التي بين قوسين سميتها خجولة، وإنها سوف لن تسفر عن شيء حقيقي. لذلك ترى الآن الشباب العراقي يتنادى فيما بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي للبدء من جديد لإعادة ثورة تشرين بذكرى يعني ذكراها الأولى الشهر القادم. نعم. وهم عازمون على أن يستمر حراكهم إلى الوقت الذي يستطيعون فيه تغيير هذا النظام. عمليات الإصلاح أدرك الشعب العراقي بأنها غير مفيدة مع هذا النظام ولن تصل بهم إلى مستوى تغيير النظام. أشكرك شكرا جزيلا للأستاذ نظير القندوري الكاتب والباحث السياسي، كان معنا في هذه الحلقة عبر سكايب، وأيضا شكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي كان عبر سكايب، وشكرا للدكتور ثامر علواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين كان معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي بحثت في حقيقة الأدوار المتبادلة بين شركاء العملية السياسية في محاولتهم لإنهاء الحراك الشعبي المتجدد. أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.